بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاني طلب من أحد الإخوان، طلب هذه الستارة، ويعني يعني هو حاب يتعلم على الارت كام، وحاب يكون هذا الدرس المفيد له، يعني يبدو أنه شغله بهذا المجال. طيب، هذه مثل ما تشوفون يعني الستارة متكونة من عدة مقاطع، يعني هذا مقطع نحن نعتبره، وهذا المقطع الثاني هذا القوس، وهذا المقطع الثالث. هذه الثلاث مقاطع متكررة من الجانبين، يعني من هذا الجانب ومن هذا الجانب، وبالوسط عندنا هذا الديكور، لكن للأسف الوضوح ضعيف جدا. فإحنا راح نحاول يعني نبتكر بالشغل مالتنا، وراح نحاول يعني نفسر الصورة يعني بقدر الإمكان، يعني بأقرب ما يمكن. طيب، هذا الشغل كله راح يكون بالتوريالز ويب، وراح يكون بعدة يعني عدة مراحل يعني. طيب، هسه راح نبدي بالبداية نصمم هذا الجانب، وهذا الجانب هو عبارة عن غصن، يعني مجموعة أوراق، يعني خلينا نقول أو مجموعة أغصان، يعني كلها بادية من هذه النقطة وجاية متحركة، هذا الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، وهذا الرابع، وهذا الخامس، وهذا السادس، وطبعا هنا السابع، ثامن، تاسع، وبعدين هذا العاشر الأخير، وهنا أيضا أكو يعني واضح أنه في شيء، يعني مجرد تكملة أو سطح أو شيء من هذا القبيل. طيب، هسه احنا راح نسوي كل وحدة لحالها، وراح نشتغلهم كلهم بالتوريلس ويب مارج هاي، فراح تكون يعني بالنهاية تظهر كصورة واحدة. هذه قياسات الرسم عندي، مترين وأربعين في متر وعشرين، اللي هي راح تكون قياس يعني عرض هذا المفروض بالكامل، عرض الستارة. طيب، راح نبدي المرحلة الخطوة الأولى، وراح نرسم الخطوط الأساسية. يعني هسه هنا عندي يعني هذه دائرة، هذه مجرد دائرة يعني على يعني عدة مراحل، مرحلتين تقريبا. فراح أبدي أعتبر نفسي أنه أبدي من هذه النقطة، وراح أرسم هسه هذا الجانب الأول، خفف الصورة مثل ما تعودنا دائما، ونجي بالنود إديتنج ونحولها كلها إلى سموث، ندوس يعني نختارها ونخلي الماوس على واحدة من النقاط وندوس حرف S، فراح تتحول كلها إلى سموث. ونبدي هسه نتحكم بالسموث يعني عن طريق الموجهات، هذا الموجه الأول هو اللي نختاره، وطبعا احنا هسه يعني ما راح نقدر نميز الصورة لأن مو واضحة، فراح نشتغل يعني في شيء قريب يعني قدر الإمكان، نصنع النقاط جديدة إذا نضطر، والنقاط القديمة أيضا نحتفظ بها. طيب، مبدئيا يعني هو المفروض يكون يعني بهذا الشكل، يعني هذا الـ تقريبا شيء مبسط له. طيب، هذا الجانب الأول، وراح نبدي هسه نرسم جانب ثاني. يعني أنت أما ترسم جانب ثاني أو أنه تأخذ بالأوفسيت، أنا أفضل أن أرسم جانب ثاني. طيب، هذا أيضا نفس الشيء نسوي له، نختاره كله ونقول له S، وتحول إلى سموث. وهسه نبدي نفس العملية نسوي له، أنه نبدي نحرك النقاط ونغير أماكنها بحيث تكون قريبة من الشكل. هذه النقطة يعني ما صايرة S، يعني الموجهات متعاكسة مو على خط واحد، فنضغط S ونحولها إلى سموث.
وهذه تعلمناها يعني من عدة دروس سابقة يعني. عملية الرسم يعني شوية عملية بطيئة، يعني قد تشوفها بطيئة لكن هي يعني من تتعلم عليها تصبح يعني عملية روتينية بالنسبة لك، وتصبح ما تأخذ وقت. طيب لنفرض أن هذا التصميم اللي عندنا، نمسح على هذه النقطة، ندوس دي، نضغط على دي يعني الماوس عليها فيمسحها. كل ما تقلل النقاط كل ما الصورة تصير يعني سموث أكثر الحركة، يعني النقاط يعني تنطي يعني خط غير يعني مو سموث، يعني خط معرج. طيب هسه لنفرض أنه أنا هذا قبلت به، هذا راح ابدي اسوي له هسه سكشن، والسكشن ممكن انا اسوي بقوس وممكن انا اسوي برسم معين. هسه لنفرض انه انا اريد اسوي برسم هذا الشكل، ايضا اختار النود اديتنج وهذا اقول له اس، وصار عندي هذا الشكل، هذا الفيكتور اللي راح يعني استخدمه انا ك يعني لتنفيذ هذا التصميم. طيب هسه انا لنفرض انه انا محتاج انه اسوي يعني ابدي هنا جزء ناصي وهنا يبدي يعلى ويا الشكل، يعني انا اقدر يعني اختار هذا واسحبه، يعني اسوي كوبي من عنده نسخة، نختار هذا select وادوس كنترول واسحب، يعني ادوس على الماوس واسحب للاسفل واترك الكنترول والماوس فيصار عندي نسخة من هذا الشكل. ابدي اصغره بهذه العلامة، وهسه انا سويت الجزء المصغر من عنده، هذا راح يكون نفس العرض ولكن انصى الارتفاع. فاجي على التوريال سويب، هذا التوريال سويب راح اقول له هذا الخط الاول، هذه الريل الاولى وهذه السكة الثانية، وهذا يعني راح يبدي من هنا اي بي، هذا راح تكون البدايه، الاسهم الشابهه بنفس الاتجاه، وراح اختار هذا، راح اقول له هنا أنا ازرع لي اياه بالبدايه اد كروس سكشن، وراح اختار هذا راح اقول له خلي لي اياه بالنهايه اد كروس سكشن، فصار هذا اثنين هنا أنا بهذه النقطه والواحد بهذه النقطه، وراح يبدي شويه شويه يصعد بالشكل، وراح اقول له يعني راويني شلون شكله، ف يعني هذا الشكل راح يكون. هذا اذا انت هسه شوف يعني هذا الريزوليوشن الوضوح ضعيف، فاذا حاب تزيده فنجي على الموديل، لازم ابدي هنا اقول له اوكي ابلاي حتى اخلص منه. طيب واجي على الموديل واقول له ادجست ريزوليوشن، الريزوليوشن الحالي عندي انا يعني ضعيف، يعني 1200 في 600، في حين انا عندي قياس القياس اللي عندي 2400 في 1200، فهو مقترح علي هذا، انا راح ازيد اكثر حتى يعني يكون الشغل اكثر وضوح، راح اسوي 3100 في 1500. اوكي راح نشوف الفرق بالريزوليوشن، شوف شلون صارت سموث اكثر، هذا الفرق بالريزوليوشن. طبعا انت ما تحتاج ريزولوشن عالي، احنا دائما نختار لكل مليم نقطة، يعني اذا كان انا عندي 800 مليم ب 800 مليم القياس، فاسوي ريزولوشن 800 في 800 يعني 64000، يعني هذا النظام اللي نشتغل عليه، يعني لكل مليم، لان هي البرينة اللي راح تمشي سمكها مليم، فيعني قطرها مليم وهي راح تمشي وتاخذ هذا القياس، ما راح تقدر تنطيك اقل،
وانت ايضا ما يفيدك يعني، يعني هذه الخطوه يعني ال 2400 راح تمشي البرينه على هذا الخط، يعني تكمل اللوحه كلها 2400 مره تمشي، فهذه العمليه يعني تاخذ وقت، فلذلك احنا نسوي بهذا يعني واحد الى واحد. طيب هسه انا هذا اللي نفرض انه هذا الجزء الاول قبلته، نجي هسه نسوي الدائره، يعني الدائره راح تكون جدا مهمه، اذا حاب تغير انت ايضا ممكن تغير. طبعا هنا ما عندنا دائره، عندنا شكل بيضوي تقريبا، فاني عندي هذا البيضوي الاول، هذا البيضوي الاول اللي نفرض اوكي، واللي هو راح اسوي ارتفاع الشكل يعني اعلى من الشكل، وبعدين هسه راح اقول لك كرييت، كليك خارجه يصير كرييت، وراح اطلع ايضا بيضوي ثاني بالاوفست، هذا الاوفست، وراح اقول له ايضا طلع لي بيضوي، ايضا كليك واسحب للخارج، وصار عندي هذا البيضوي الثاني واللي هو تقريبا يعني مطابق للشكل. إذا تحتاج تحركه يمين أو شمال، هذا خلصنا نقول له أوكي، سكيب كنسل، وهذا ممكن نسحبه نطلعه إلى هذا الجانب. طيب هسه راح يصير عندنا هذا البيضوي الأول وذاك البيضوي الثاني، إذا حاب تغير أيضا بالقياسات ممكن تغير بسهولة من هذا هذا التول يعني. طيب هسه لنفرض انه انا هذا القياس هذا الشكل اللي راح اسويه، فراح اجي بالشيب اديتر راح اشتغل، وراح ابدي ارفع هذا بالشيب اديتر بالراوند، وراح ابدي يعني افره بحيث اشوف الارتفاع ايش قد، اذا شفته مرتفع ابدي اخفض او يعني اخلي ليميت معين، مثلا هسه هذا نو ليميت، اخلي ليميت مثلا الهاي اسوي 2 ملي مثلا، حتى من ازيد، حتى لو ازيد هو بعد يعني خلاص يثبت على ال 2 ملي. طيب لنفرض انه انا هذا الجزء موافق عليه ابلاي، اجي على الداخلي راح يكون اعلى، وراح اختار راوند، وراح يكون هيك شكله مثلا اوكي، اذا موافق عليه ابلاي ايضا، وانا هسه يعني نفذت هذه الشكلين واللي هي تقريبا تشبه البيت ماب اللي الصوره يعني هذه تقريبا تشبه لها تماما. طيب هسه خلصنا من هذه، راح نبدي هسه نرسم الخط هذا الثاني، وهكذا هذه نكررها العمليه، لكن نكررها مرة ثانية راح نكررها بالمرج هاي، ما راح نكررها بال يعني مباشرة يعني مو بالآز إنما بالمرج هاي. طيب إحنا يعني أيضا خلينا نتأكد إنه إحنا عشان شغلنا مرج هاي لو آد هذا الشيب، لا كان آد المفروض يكون كله مرج هاي، يعني هذا يقول له مرج هاي أو apply، هذا أيضا merge high و apply، يعني كان المفروض نشتغل بهذه الطريقة. أوكي طيب هسه راح نبدي نرسم الخط الثاني، الخط الثاني اللي هو راح يكون يعني تقريبا مشابه للخط الأول، لكن ما راح نبدي به من النهاية من البداية، راح نبدي من هذه النقطة يعني. هذا هو الخط، ونبدي نرسم الخط الخارجي، وهكذا العملية راح نكررها على كل القطعة. طبعا أنا ما راح أقدر أنفذ اليوم كل هذا هاي الستارة، راح أنفذ فقط هذا الجزء، لأن هاي الستارة تحتاج لها يعني شغل يوم تقريبا كامل، يعني 10 ساعات أو أقل، يعني ما ممكن أن أسوي فيديو بهذا الحجم، ولأنه هو فيديو تعليمي فأنا أحتاج أن يعني أتكلم يعني أشرح ويا العمل، فراح أقسمه على عدة حلقات.
يعني إن شاء الله تصبرون وياي. طيب نقول له اس وحولناها كلها إلى سموث، وهسه نبدي نتحكم بهذه النقاط والموجهات بحيث نقدر نحصل منها على حركة مناسبة، يعني على شكل مناسب لنا. طيب هاي الموجهات مهمة جدا، لازم تتقن العمل بها، ويعني يفضل أن تستخدم السموث، لأن يعني السموث هي يعني تنطي انسجام بين هذه الزاوية وهذه الزاوية من النقطة. طيب هسه لنفرض انه اوكي، يعني هذا موافق عليه، راح اجي ارسم الخط الثاني. وراح اداخله ويا الخط الاول، وايضا رايت كليك حتى انهي، وايضا اقول له هذا كله اسوي له سموث اس. اوكي، وابدا ايضا بالموجهات، ابدا اتلاعب قدر الامكان بحيث اطلع الشيء اللي يعني يناسبني. يعني تقريبا هو جيد، ما يحتاج تعديل كثير، بس هذه النقطة. طيب لنفرض انه اوكي يعني موافق عليه، راح استخدم به نفس هذه السكاشن اللي موجودة قدامنا. اوكي، هذه نمسح النقطة ونكبر الموجهات حتى تعطينا سموث أكثر. طيب هسه نجي على التورال سويب، اللي يحتاج يعني هذا التورال سويب موجود أيضا بالريليف من هنا، يعني بالكرييت تلقى التورال سويب يعني من الكرييت ريليف. طيب راح نجي نقول له هذا الخط الأول وهذا الخط الثاني. هسه لاحظ انه هذا السهم عكس هذا السهم، احنا لازم نعدل الاسهم. فببساطه هنا عندنا ممكن تجي من هذه النقطه تغير الاتجاهات، انا اريدهم كلهم يصيرون من هذا الجانب، فاخلي يعني الاي والبي هنا بهذا الجانب. طيب راح اجي اقول له هذا اختار لي السكشن، فاختار واحد واحد واحد، يعني هذا السكشن راح يكون هنا، وراح اختار هذا اقول له ايضا هذا اختار لي السكشن بالنهايه، فاختار هذا السكشن اللي بالنهايه واشوفه اشوف شو سوى لي. هذا اذا انت مناسب لك، اذا تحب تعدل ممكن ايضا تعدل، واذا يعني قبل ما تنفذه يعني. فاذا شفت انه اوكي هذا مناسب، اجي على المرج هاي ما اختار اد، شوف الفرق بين الاد، شوف شلون يسوي لي هنا البروز، وحين المرج هاي لا يداخلها، يعني واحد تتداخل واحده بالثانيه، واقول له ابلاي. اوكي، واني خلص نفذت هذا. هسه اطلع من عنده كنسل او في يطلع لي من عنده. طيب هسه راح نجي نختار نسوي الشكل الثالث، وهكذا الى ان اخلصها كلها. طيب راح انفذ الثالث وبعدها اقطع الفيديو، يعني راح اكمل هذه الجزئين، هذا الخط وهذه الخطوط، لان هذه يعني مكرره، وهذه ايضا، وراح اجي هنا أنا اعيد يعني نرجع للفيديو واراويكم شلون نسوي هذا الجزء. طيب هسه راح ارسم هذا الجزء، وحبيت اراويكم يعني شغله انا راح اسويها، يعني ما بعد ما احتاج هسه اني ارسم، يعني اعيد التكرار للرسم. راح استنسخ هذا الشيء، هذا الفيكتور وهذا الفيكتور، اقول له كنترول سي يعني استنساخ، وكنترول في لصق، فهسه لصق لي اياه بنفس المكان، وراح اجي استفيد منه، لان انا يعني ما اريد اكرر هذه البدايات، هذه البدايه اريدها تبقى هي نفسها، لكن اطلع منها الى خط ثاني. فاجيب هذه النقطة الأولى وأخليها هنا، النقطة الثانية أخليها هنا، والثالثة أخليها هنا. هسه إذا أحتاج أزرع نقاط، يعني ممكن أيضا أن أزرع نقاط، يعني مثلا هنا أزرع نقطة، هنا أزرع نقطة أيضا، وهنا أيضا أزرع نقطة، لأن هنا أكو عندي
يعني حركة لازم نسوي. طيب هذا إذا تشوفوها يعني الورقة رايحة وراجعة هيك، فيعني راح أسويها بهذه الطريقة، يعني شغلة بسيطة جدا. طيب هذه النقطة أيضا نعدلها، وهنا أيضا نزرع لنا نقطة. أوكي، يعني بهذا الشكل. طيب هذا الخط الأول اللي كان عندي، هسه أجي على الخط الثاني. أنا لاحظت يعني من جريتها بقى الخط القديم مكانه، يعني ما تغير. هسه أجي النقطة الثانية، يعني الخط الثاني هذا أجيبه كله، وهذا راح يفيدني إنه أنا البداية نفسها، فبعد ما أحتاج يعني أعدل. يعني هذه نقاط البداية هي نفسها بالجانبين، فراح تنطيني نفس الانحراف. أوكي، للأسف الصورة يعني غير واضحة وما نقدر نطلع منها رسم دقيق، لكن نشتغل بال يعني يعني بالذوق، يعني هو الذوق اللي يحدد، يعني ما يعني هذه الشغلة ما يتحكم بها شيء ثاني. طيب هسه إذا عجبني يعني هذا التصميم، إذا عجبني هذا التصميم هسه راح أبدي أنفذه. وهنا أنا يعني عندي، يعني إذا تلاحظون إنه هذه المنطقة يعني ناصية، يعني هي تقريبا صايرة يعني هذا الارتفاع صاير بالنص، ومن الجانبين صايرة ناصية. فأنا إيش راح أسوي؟ راح أجي على التوريال سويب وأقول له هذا الخط الأول، أتأكد أنه الأي هنا بالبداية، وأجي أيضا الخط بي أتأكد أنه نعم، فالاتجاه صار نفسه، وراح أقول له هذا يضيف لي كروس سكشن أول وكروس سكشن ثاني، يعني صار بالبداية وبالنهاية. وراح أجي على هذا وأقول له إنسرت، فهو راح يسألني وين تريد تخليه، فأنا راح أقول له إنسرت من الأي، طبعا نختار نمشي إلى البي، وراح أقول له خلي لي هنا أنا. وخلي نشوف، طبعا نقول له مرج هاي ونشوف شلون راح يصير شكله، راح يصير شكله بالضبط بهذه الطريقة. انت اذا هذا يعني عجبك اوكي نقدر نمشي عليه. واذا تلاحظون انه هنا صار يعني كلش مندمج وياه، يعني كأنهم طالعين يعني غصن واحد. هسه اذا هذا شفته انه هذا غير مناسب، فهذا ممكن نغيره، يعني من نستعمله كالكروس سكشن الثالث نمسحه ونرسم لنا احنا كروس سكشن جديد، اللي هو راح يكون يعني نتراجع، يعني هذا ما نفذنا هسه، وراح نرسم لنا كروس سكشن جديد اللي هو عبارة عن يعني خطين، يعني جاي صاعد هيجي ونازل، ويعني خلينا نقول هيج مثلا. وهذا أيضا نعدله بال نقول له اس. طبعا اذا تلاحظ انا دا ارسم هسه دا اشتغل على النود اديتنج من ال 3D، هذه ما كانت موجوده سابقا بال يعني داش وقبلها، فيعني هاي موجوده فقط بالموديلات الحديثه. هنا نمسح هذه النقطه. اوكي هاي نقولها اس. طيب هذه ننزلها شوية، يعني إذا هسه يعني إذا اشتغلنا. بالمناسبة أيضا نقطة مهمة بهذا الموضوع، هذه يعني الخط بين هذه النقطة وبين هذه النقطة لازم ما يكون أي جزء من الخط أسفل منه، لازم كل الخط يكون أعلى منه، يعني كلها بهذه الطريقة. يعني ما يصير ننزل إحنا تحت السكشن، تحت الخط اللي عندنا، هذا يكون هو الخط النهائي. فأنت يعني شوية تصعد
حتى تقدر تسوي حتى الماكينة ما تبين أنه هي يعني حفرت تحت البلوكة، لأن إحنا غالبا راح نترك يعني 4 إلى 5 مليمات أو نحفرها بالكامل. فإذا حفرناها بالكامل يعني راح ينزل تحت الحفر، تحت الزيرو يعني. طيب طيب بهذه الطريقة سويناها، يعني سويناها بـ4 مقاطع، هذا المقطع الأول والأخير، وهذا المقطع الثاني اللي هو هنا، وهذا المقطع الثالث اللي هو هنا. طيب يعني هذا المفروض يكون يشبه الشكل، يعني المفروض يشبه له. طيب بس نقول له apply، وإحنا نكون نفذنا هذا الشكل. أوكي طيب هسه يعني لو تلاحظون انه انا هسه عندي انسجام تقريبا يعني بالحركه، يعني تقريبا بعدين كلهم من نفس المكان ومنتهين في مكان واحد، يعني هنا جدا هذه متشابهه، يجوز هنا اكو شويه فرق لكن هنا صارت جيده. طيب هذا الفرق، اذا تريد انت يعني تخففه تروح للاديت او للسكالبت، هذا اللي هي السموث والسماجول. ان هنا يعني انا هنا اجي اقول سموث واختار هذه كلها اسويها سموث وخلاص، انا هذه صارت كلها عندي منسجمه، هذه سموث. اوكي هسه انا اذا هذا يعني اطلع من عنده، هسه انا اذا هسه اجي افر تشوف راح تشوف اكو فرق، يعني كانه جايين منسجمين كانه من مكان واحد، لكن هو شوي نزلهم يعني نصاهم. بس إذا تريد تعليهم ريليف سكالب، هذا هذا يمسح، هذا السمج اللي هو يعني إذا نمسح السمج ونمسح أوكي سمج أحسن من السموث. طيب سموتش يعني هو ياخذ من الجانب العالي ويروح على الشكل. اوكي بهاي الطريقه انا يعني اجيب ال يعني اساوي بيناتهم، اخذ من العالي وانزل. اوكي يعني بهذه الطريقة أنا أكون يعني حسنت من الشكل. طبعا هذا بالمناسبة هذه ممكن راوند ممكن ريليف لاير، الشيب يعني الشكل اللي شلون تريدها. هنا ممكن القطر يعني هذا يتغير، شوف هذا قطر كبير هذا قطر صغير جدا، يعني إذا أنا عندي شغلات دقيقة جدا أو هذا القياس. وهذه نسبة السموث ايش قد يرفعها وينزلها، يعني اذا تشوف هنا ايش قد يرفع وايش قد ينزل، وهذا ايش قد ينطيك العرض يعني التوب. طيب هسه انا هذه خلصت من عندها، راح ابدي انفذ البقية مثل ما موجود عندي بالصورة، وراح اقطع الفيديو وارجع لكم مرة ثانية. طيب احنا هسه خلصنا هذه الرسوم كلها وهذه صارت قدامكم، ويعني هسه بالنهايه لما نخلص راح نبدي نسوي لها بالريليف سكالب الاسماج.
بالاسماك راح نبدي نعدل كل هذه النتوءات الغير مرغوبة، لكن هذا الشكل الأساسي يعني للجسم، هذا الشكل الأساسي له، ويعني تقريبا مطابق. طيب هسه راح نبدي نسوي هذا الانحراف الأخير. هذا يعني راح يصير أعلى منهم كلهم، راح يصير بارتفاع هذه تقريبا، راح يصير أعلى منهم كلهم مفتر، ويعني من قطعتين، يعني هذه راح تكون قطعة وهذه الداخل راح تكون قطعة ثانية. فراح أبدي أرسمها قدامكم، لأن هي تقريبا يعني شوية أصعب جزء بالعملية كلها. طيب هذه راح نبدي بيها، خلينا نقول من هذه النقطة، وننتقل شوية شوية حول الشكل. هي المفروض منها ما تنتهي. أوكي. يعني تقريبا هذا شكلها. أوكي. وراح نقول له سموث، يعني راح نقول له نود اديتنج وسموث اس، كلها نختارها نقولها اس. اوكي، وهذا تقريبا الشكل. نمسح اذا يعني نقاط ما نحتاجها. هذا الشكل الخارجي. هنا راح يصير هذا الجزء عالي، وهذا الجزء راح يصير ناصي، وهذا الجزء ايضا ناصي. فاحنا هذا راح نسوي يعني بالسكشن، يعني نتحكم به. طيب هسه نجي نختار نرسم الخط الثاني، الخط الثاني اللي هو راح يجي من هذه النقطة تقريبا، وراح يمشي تقريبا بموازاة الخط الأول. أوكي، وأيضا نعدلها بال نود اديتنج وسموث، ونبدي هسه نتحكم. يعني تقريبا بهذه الصورة. أوكي. طيب. مثل ما قلت لكم، كل ما تقلل النقاط كل ما يعني يتحسن السيطرة عليها، أو تكثرها بشكل يعني كثيف جدا أيضا ممكن تتحكم. لكن هذه العملية متعبة أنا أزيدها. عادة هو يزيدها، يعني لما يسوي الأوفست، بالأوفست راح يزرع هو نقاط كثيرة، لأن هي هاي طريقته بالشغل. طيب هسه إحنا خلصنا هذا الرسم، وراح نبدي نسوي التوريال سويب الخاص بهم. لكن قبل التوريال سويب خلينا نسوي السكشن هذا. هذا السكشن يعني عبارة عن يعني صعود، يعني صعود كبير يعني، وبعدين يتحول إلى يعني ينتهي تقريبا. أوكي، فنسوي سموث، يعني تقريبا هي بهذا الشكل. أوكي، شوي نصعد هنا، نزرع هاي النقطة. أوكي، هيك نزرع. طيب هذا راح يكون السكشن اللي هو من هذا الجانب. بس راح نبدي نشتغل يعني بالسكشن يعني بالتوريال سويب، وراح نبدي نختار، راح نخلي هذا بالداخل حتى هذه بداية الرسم تكون أيضا بالداخل. راح نقول له هذه هي الأولى، وهذه هي الثانية، وهذا هو الخط الأول والأخير، السكشن الأول والأخير. هذا السكشن الوسطي اللي هو يعني راح يصير هنا، وأيضا سكشن الآخر راح يصير هنا. ونجي هذا راح نقول له أيضا insert section، راح يكون يعني
خلينا نقول هنا أنا. أوكي، هذا يعني الأربعة هنا النقطة الخضراء هي تكون على أي، هي تكون على الخط يعني هذا هذا الفوق. أوكي، هذه هسه شوي نعدل بيها يعني حتى نتأكد أنه أوكي مناسبة. نجي نشوفها بالشكل شلون بال 3D، وراح يصير عندنا هذا الشكل. هذا يعني تقريبا هو نفس اللي شفناه. طيب هسه راح نجي نسوي هذا الجزء، وهذا الجزء هو مجرد يعني جزء مفلطح يعني ما بي اي. بالمناسبة احنا هذا نقول له مرج هاي حتى هنا ما تصير عندنا مشاكل، وايضا ماكو انسجام بين الارتفاع والعرض، ونقول له ابلاي ونكون خلصنا من عنده. هسه نجي نسوي مجرد هذا المقطع المفلطح. يعني راح ارسم دائرة مثلا، راح اراويكم هاي الطريقة. اوكي، ارجع النود اديتنج، ابدي اتحكم بها، انزلها تحت هذا الشكل. اوكي، ازرع نقاط اذا اريد. طيب نفرض انه هذه، هسه راح اجي على ال راح اجي على هذا المقطع، يعني راح اطلع المقاطع المتوسطة، يعني اقول هذا الاساس وهذا الثانوي، واشوف شنو الخيارات اللي عندي. قال لي اكسبلود، انا وارد اكسبلود، اختار هذا، اختار هذا، غير الاكسبلود شنو يعطينا اوبشنات؟ ما يعطينا اوبشنات. طيب معناها ما عندي اوبشنات ثانية. طيب هذا راح اقول له مجرد يعني ارفع لي اياه رفع بسيط بالشيب اديتر، و يعني ما راح يكون عندي بيه فد شغل كثير. راح اقول له بالراوند ومرج هاي، وراح يعني اخلي ليمت تو هاي 2، ويعني مجرد هيك مو اكثر. اقول له ابلاي، حتى إذا تريد أقل من 2 هم 2 تقدر، لكن أوكي أبلاي. هسه هذا صار الشكل هذه الصورة. أوكي، هسه أنا راح أجي، وطبعا هذا يعني حاولوا تتعلموها. هذه عملية السمج هذه جدا مهمة وجدا مفيدة، وسأل عليها أحد الأشخاص، قال أنه هو من يرفع وجه شلون يقدر يتحكم بالارتفاع وبالنزول وهذه الشغلات. يعني هي من هذه سموث، سماج، ديبوزيت، كيرف، ريز او ترانسفير، يعني ينقل المكان الى نقطة الى نقطة. انا هسه راح استخدم السماج، والسماج هو راح يسحب لي من هذه النقطة باتجاه هذا، يعني راح يساوي لي اياها تقريبا، بحيث بعد ما تصير عندي هذه الفراغات. هذه عملية التصليح اللي احنا دائما نشتغلها، يعني إذا تريد أنت تسوي طيب، وإذا تريد تسوي هسه نحول إلى سموث إديت، عفوا سكالب سموث، هذا راح يحاول راح يدمج لنا. يعني إحنا بالبداية حددنا الارتفاعات، وهسه راح نبدي نسوي يعني هذا الشكل اللي المفروض اني عندي اللي سويته. هسه اذا انت يعني مقتنع بيه اوكي، اذا تحب ترجعه مثل ما كان يعني ايضا انت حر.
نشوف هذا مناسب. هذه الفكرة الأساسية من هذا الديكور. هسه أنا عندي هذا الشكل خلصته، واللي هو يعني هذا الجزء يعني تقريبا أخذ 40 دقيقة، يلا كمل وباكر راح نبدي نسوي هذه الأجزاء الباقية ونستمر بالدرس إلى أن نكمل الشكل بالكامل، الستارة بالكامل. الستارة شوية صعبة مو سهلة، لكن يعني ممكن تنفيذها، ماكو شيء يصعب بالارت كام. اتمنى ان تكون فاتكم هذا الدرس اليوم، ولا تنسوا الاشتراك. شكرا جزيلا.